بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء في درس جديد من دروس قناتكم نيوز تكنولوجي. درسنا اليوم إن شاء الله على 9 مواقع إسلامية زائد قناة إسلامية. إن شاء الله سنتعرف على هذه المواقع التسعة وهذه القناة في هذه الحلقة، وأرجو أن تفيدكم إن شاء الله، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخواني الأعزاء. إذا نبدأ على بركة الله. هذه قناتي على اليوتيوب، هذه قناتنا على اليوتيوب، فيها الكثير من الدروس، أرجو أن تشتركوا فيها وتشاهدوا هذه الدروس للاستفادة. الاشتراك من هنا، الضغط على هذه الأيقونة. أيضا هذه صفحتنا على الفيسبوك لمن يريد الانضمام إليها، والضغط على لايك للانضمام إلى الصفحة. إذا نبدأ على بركة الله. القناة الأولى التي سأتحدث عنها هي قناة الشيخ أبو عمر الباحث، وهو متخصص في الرد على طاعنين في الإسلام من مختلف الأديان والفرق والمذاهب. هذه قناة مكافح الشبهات للباحث كما قلت أبو عمر، وهو متخصص في هذا الشأن، في الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام مثل هذا المفتري عدنان إبراهيم وغيرهم من المفترين على الإسلام وغيرهم من النصارى والملاحدة. جزاه الله خيرا، قناة مفيدة ورائعة، أنصحكم بمتابعتها لأن فيها الكثير من الفوائد والعلم. فهذا الأخ، هذا هو الأخ أبو عمر، جزاه الله خيرا وحفظه الله، فهو على ثغر من ثغور الإسلام، يقوم بإيراد شبهات هؤلاء النصارى والملاحدة والمستشرقين ويفندها بالدليل وبالرجوع إلى المصادر. جزاه الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمله، وادعو له يا إخوة بالتوفيق، فهو على ثغر من ثغور الإسلام. كما له أيضا موقع رائع أيضا، وهو موقع مكافح الشبهات، قناة مكافح الشبهات، وموقعها مكافح الشبهات، هذا هو موقع مكافح الشبهات، فيه الكثير من الردود على الشيعة والنصارى والمنتسبين إلى الإسلام من المستشرقين كعدنان إبراهيم وغيرهم. أتمنى أن تزوروا هذين الموقعين للاستفادة منهما. الموقع الثالث الذي أتيتكم به هو موقع الإسلام سؤال وجواب، المشرف العام عليه والشيخ محمد صالح المنجد المعروف. هذا الموقع متخصص أيضا في الرد على أسئلة الناس وبمختلف اللغات، الفارسية الأردو والفارسية والبرتغالية وغيرها والألمانية وغيرها من اللغات. يعني إذا كان لك مثلا شخص تريد أن تدعو للإسلام أو يبحث عن فتوى، فما عليك إلا نصحه بمتابعة هذا الموقع. أيضا تستطيع الاستفادة منه أنت شخصيا في طرح أسئلتك على الموقع، إذا كان لديك سؤال تستطيع أن تطرحه وسيجيبك الشيخ والمشرفون على هذا الموقع في غضون أيام إن شاء الله. موقع أيضا رائع. الموقع الثالث هو ملتقى أهل التفسير، وهو موقع متخصص في التفسير وكتب التفاسير كما ترون. هذا هو الموقع، موقع جميل ورائع. أيضا في هذا الموقع تستطيع أن تدخل إلى البث المباشر إذا كان هناك بث مباشر، للاستماع مباشرة إلى المشايخ إلى المفسرين. أيضا فيه مركز التفسير، لاحظوا عندما نضغط على
مركز التفسير، يأخذون إلى مركز التفسير للدراسات القرآنية، هذا أيضا متخصص في الدراسات القرآنية كما تلاحظون. فإذا في قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، فيه الكثير من الفوائد. أيضا مركز رائع. ننتقل إلى الموقع الخامس أظن، نعم الموقع الخامس، موقع الخامس وهو إسلام هاوس، بيت الإسلام أو البيت الإسلامي. هذا الموقع يعني متخصص في دعوة الأجانب إلى الإسلام. فإذا كان لك مثلا صديق مثلا أجنبي تعرفت عليه في موقع التواصل الاجتماعي، فتستطيع من خلال هذا الموقع أن تدعوه إلى الإسلام بأي لغة كانت، سواء كان أوروبيا أو آسيويا أو كان في قارة أمريكا أو غيرها، فتستطيع أن تدعوه من خلال هذا الموقع بأي لغة يتحدث بها. لاحظوا اللغات المتوفرة، الكثير من اللغات، مثلا نختار اللغة الإنجليزية. هو الآن في اللغة العربية، يعني تستطيع أن تحمل هذه مثلا الرسائل، مثلا هذا بالفارسي، رسالة إلى إمام التراويح، تستطيع أن تحملها وترسلها لهذا الشخص الذي تريد دعوته. في الكثير من الكتب والمقالات التي تستطيع أن ترسلها إلى الأشخاص الذين تريد دعوتهم إلى الإسلام، مثلا هذه أدلة وجود الله للملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو يشكون. مثلا نحول إلى اللغة الإنجليزية، أو البحث عن المحتويات أو الكتب المكتوبة باللغة الإنجليزية. من على الحق، هذا مكتوب باللغة الإنجليزية، تستطيع أن تحمله بالضغط على هذه الأيقونة. لاحظوا الآن بدأ التحميل، قمنا الآن بتحميله. اكتشاف الحقيقة، أسماء الله الحسنى، تطبيق مصاحف وغيره، إزالة الشبهات حول الإسلام، كتب مفيدة. إذا الموقع السابع أنا ما أظن هو موقع الملتقى الفقهي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان، وهو موقع أيضا رائع لمن يريد أن يبحث عن مسألة فقهية، مسألة من المسائل الفقهية. فيه الكثير من الفتاوى، فتاوى محمد صالح، الشيخ محمد بن صالح عثيمين، فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله وغيرها. هذا هو الموقع، موقع أيضا منسق بطريقة جميلة ورائعة، أنصحكم به. الموقع الثامن موقع الملتقى الفقهي، الملتقى الفقهي وهو أحد أفرع الشبكة الفقهية، هذا أيضا موقع جميل ورائع جدا، تستطيع من خلال هذا الموقع أن تستفيد يعني في أي مذهب من المذاهب. مثلا لاحظوا خزانة الفقه، بعد الضغط عليها مباشرة يأخذك إلى خزانة الفقيه، خزانة الفقيه، من هنا تستطيع أن تقرأ أي كتاب في أي مذهب من المذاهب. لاحظوا الكتب المميزة، مثلا أحدث الكتب المضافة، تصفح من هنا، تستطيع أيضا أن تحمل هذه الكتب. إذا أردت البحث عن أي كتاب فما عليك إلا اختيار المذهب واختيار مثلا هل هو كتاب محقق أو تراث أو مخطوط أو مطبوع أو غير ذلك. أيضا النوع، تستطيع أن تختار إن كان أمهات الكتب لغة الفقهية، تراجم، تفاسير، الحواشي وغيره، المقارن، ثم تضغط على بحث فيأخذك مباشرة إلى هذا الكتاب. هذه
خزان الفقه الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي وغيره. إذا أترككم في استكشاف هذا الموقع والتعرف عليه أكثر. نذهب إلى الموقع الآخر وهو موقع أهل الحديث والأثر. موقع أهل الحديث والأثر، هذه الصفحة الرئيسية، عرض المشايخ، عرض السلاسل، يعني تستطيع أن تحمل السلاسل العلمية وتستطيع أيضا الاستماع المباشر إليها. لاحظ مثلا تفسير القرآن العظيم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذه مفرغة، تستطيع أن تقرأ تفسير سورة البقرة. هنا تستطيع أن تحمل التفسير MP3، وهنا الاستماع المباشر إلى التفسير. في الكثير من السلاسل والصوتيات والملفات المضغوطة وغيرها. موقع أيضا رائع أنصحكم به. الموقع الآخر وهو صيد الفوائد، هذه عبارة عن مكتبة تستطيع أن تنزل منها الكثير من الكتب في مختلف العلوم، في مختلف العلوم، وهناك حتى تجد فيه حتى الكتب المصورة، يعني تنزل كتاب مصور وكأنه يعني كتاب حقيقي. هذا هو الموقع، تختار القسم أو الفرع ثم تختار الكتاب الذي تريد تحمله. مثلا أذهب إلى مثلا العقيدة، شروحات العقيدة فيها 203 كتاب مثلا. لاحظوا شرح المنظومة الرأيية في السنة للإمام أبي القاسم الزنجاني، تضغط عليه يأخذك مباشرة إلى منصة التحميل. لاحظ رابط القراءة، إذا هذا فيه رابط القراءة فقط. هناك الكثير من الكتب التي تستطيع أن تحملها. هنا مثلا تستطيع أن تقرأ مباشرة بصيغة PDF أو الوورد. إذا سنترككم أيضا لاستكشافه ولمعرفة المزيد حول هذا الموقع. إذا نذهب إلى الموقع الآخر وهو موقع مقرات. هذا الموقع متخصص في تحفيظ القرآن الكريم على المباشر، يعني التحفيظ وأيضا التلاوة، تعليم التلاوة وأحكام التلاوة. تستطيع من خلال هذا الموقع أن تسجل فيه، وبعد التسجيل تسجل من هنا القبول والتسجيل، بعد التسجيل تحمل تطبيق يشبه تطبيق البالتوك، يشبه هذا التطبيق، تطبيق البالتوك. بعد تحميل هذا التطبيق تدخل إلى غرفة، هذه تختار يعني أنت الغرفة التي تريد والشيخ الذي تريد، ثم بعد ذلك تدخل إلى هذه الغرف وتستمع إلى الشيخ الذي اخترته، سواء كانت حلقة تحفيظ أو حلقة ترتيل، وهو بث مباشر، يعني تستطيع أن تختار الوقت المناسب والشيخ الذي تريد وتتفق معه على الوقت الذي يناسبك. هذا هو الموقع، موقع رائع، وهناك الكثير من الأشخاص الذين استفادوا من هذا الموقع وحفظوا القرآن الكريم. لاحظوا وردة مهدي، هذه أتمت كتاب الله، حفظ كتاب الله، وذلك الاتمام حفظ كتاب الله تعالى برواية حفص عن عاصم. وهذا مثلا سعيد التنير، هذا حفظ كتاب الله أيضا. هذا موقع رائع لأنه يعني من خلاله تستطيع أن تتعلم وتحفظ القرآن الكريم على المباشر مباشرة مع المشايخ. إذا هذه المواقع التي اخترتها لكم، أتمنى أن تستفيدوا منها، ولا تنسون من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة على اليوتيوب للاطلاع على جديد القناة ومعرفة جديدها. وكما أيضا لا تنسى الاشتراك معنا في صفحتنا على الفيسبوك.
هذه الصفحة الفيسبوك والضغط على زر لايك ومتابعة الجديد والمفيد في القناة. أيضا أرجو أن تشارك هذه الحلقة مع إخوانك ليستفيد منها طلبة العلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.